مراد شاب من أبناء بلدة حيط في حوض اليرموك غربي درعا، فقد ساقيه بعد تعرضه لقذيفة هوا خلال إحدى المعارك التي كان يخوضها ضد تنظيم داعش في محيط بلدته المحاصرة منذ 5 أشهر جنوب سوريا. وعلى الرغم من فقدانه ساقيه، ما يزال مراد يأمل ويسعى إلى تخليص بلدته من داعش في سبيل العيش بأمان واستقرار. نتابع قصته. أنا اسمي مراد عبد الحافظ المصري من بلدة حيط. كنت مقاتل بالجيش السوري الحر، نضمينا مع شباب كتيبة لنرفع الظلم عننا، وشلنا سلاح صرنا نقاتل، خضت معارك كبيرة في حوران الحمد لله رب العالمين. جانا فكر غريب عجيب على منطقة في حوض اليرموك اللي هو معروف بداعش، يحمل القتل والتدمير والعدوان ويحمل غضب على هذه البلد. قمنا شكلنا كتيبة مع شباب أصحابنا، صرنا نعمل معارك عليهم، والحمد لله رب العالمين تمكننا منهم عدة مرات. جانا يوم من أيام اقتحموا على سحم الجولان اللي يقطع الطريق عن هذه البلدة. جانا الشباب تقريبا الساعة 2، قالوا لي مراد اقتحموا الدواعش على هذه البلدة وبدنا نصدهم شلون مكان. الحمد لله رب العالمين قمت شلت باروتي وجعبتي وطلعت مع الشباب أقاتلهم. جتني قذيفة بأثناء المعركة بترة جريت 2. أسفوني الشباب على مشفى ميداني في بلدة سيل، والحمد لله رب العالمين هذا يعني الإشي هذا هبط معنوياتي. إحنا نقاتلهم كأرواح كشباب، مقدم الأرواح مقدم كل شيء على سبيل أنهم ما يفوتوا هالبلد ولا يتمكنوا من هالبلد. هم فكروا أنهم حاصرين بلدة حيطونة، بالعكس احنا بالبلد هون اعطينا المحبه لبعض، اجتنا القوه، اجتنا يعني بكل شيء. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فضل لنا وفخر لنا بهاي البلد. البلد هاي عصيه عليهم، وحوران عصيه راح تظل عليهم، وراح نقضي عليهم لاخر دعشي بحوض اليرموك.